أن يتعذر اليوم ارتسام هذه المشهدية لأسباب غير قهرية وحتى غير طارئة فهذا أمر خطير. إن الوحدة الداخلية في لبنان هي رديف السيادة والاستقلال، فلا سيادة ولا استقلال إلا من خلال نظرة وطنية واحدة، لا مساكنة بين سلاح الدولة اللبنانية وسلاح غير شرعي، لا مهادنة في التمسك باتفاق الطائف والدستور اللبناني. تمسك لبنان بنظام المصلحة العربية المشتركة في وجه مطامع قوى غير عربية تحاول الإمساك بقرارنا، التمسك بقرارات الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية. أدعو كل اللبنانيين، جميع اللبنانيين المؤمنين بهذه المعاني إلى المساهمة في استنقاذ لبنان.